يعني لا، بالطبع جائحة كورونا أثرت على معظم القطاعات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والقطاع المصرفي كان أحد القطاعات التي تأثرت. العديد من الشركات لم تكن قادرة على دفع القروض، حيث أدى ذلك إلى اعتبارها قروض متعثرة أو باد لونز. رأينا زيادة مخصصات بنسبة 61.3% في العام 2020، وصولا إلى مخصصات تبلغ 20.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة ب 12.6 مليار دولار أمريكي في 2019. الإمارات تعد الأعلى، حيث وصلت المخصصات إلى 8.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قاربت 72%، أو بالضبط 71.6% عن العام 2019. السعودية سجلت أقل نسبة زيادة، لتصل المخصصات إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، أي بارتفاع وقدره 37.6% عن العام 2019. قد يكون السعودية قد يكون هناك نتيجة لتأخر الاعتراف ببعض القروض المعدومة أو المتعثرة في ضوء تحسن الآفاق الاقتصادية المتوقعة مع استمرار النمو في معدل القروض في العام 2020، وكذلك في الشهرين الأولين من العام 2021. الإمارات تعد الأعلى، هناك مشاكل للقروض المتعثرة في دفاتر قروض البنوك الإماراتية أكبر من نظيراتها. خلينا نتحدث عن نمو الإقراض رائد. لا شك أنه أيضا السنة الصعبة بتؤدي لتراجع بطلب الاقتراض من قبل الشركات، لأنه ما في نمو سمبلي يعني. فكيف كان أيضا التفاوت بين الدول الخليجية المختلفة؟ ما أبرز الخلاصة؟ نعم، الاتجاهات كانت مختلطة على صعيد الدول الخليجية في العام 2020، لكن السعودية وقطر أظهرت نموا قويا مدعومة من الانتعاش الاقتصادي. ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية في السعودية بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام 2020. كان النمو على الصعيد السنوي أقوى، حيث سجلت نسبة نمو بمقدار 14 أو قاربت 15%. أظهر الإقراض الحكومي وشبه الحكومي نمو عند ما يقرب من 28% في العام 2020، يليه نمو قارب 26% لقطاع التعدين والمحاجر أيضا. كما أظهرت هناك بيانات رسمية لقطر نمو الإقراض أيضا خلال عام 2020، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.6%. كما زاد الإقراض خلال الشهرين الأوليين من العام 2021 بنسبة 2.4%، وذلك حسب آخر البيانات المتاحة لنا. نمو القروض أدى بوصول القروض في عام 2021 إلى 1.54 تريليون دولار. رائد، وقتنا عم ينتهي، فبدي منك نبذة سريعة. ذكرنا القروض، ماذا عن الودائع وبالتالي loan to deposit ratio كيف كان بالدول الخليجية البارزة وأرباح البنوك أيضا؟ نعم، الودائع نمت بنسبة هامشية قاربت 0.4% في العام 2020، وصولا إلى 1.92 تريليون دولار أمريكي. زادت في السعودية وقطر والبحرين، وانخفضت في الإمارات وعمان والكويت. عمان والكويت كانت بشكل هامشي. وفقا يعني لبنك أبو ظبي الأول، كان الانخفاض متوقعا في الربع الأخير، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الربع الثالث من العام 2020
نتيجه الودائع الحكوميه الاستثنائيه والتي كانت لمره واحده. معدل القروض الى الودائع تسارع ليصل الى ما فوق مستوى 80، حيث سجل 80.1%. اما بالنسبه للربحيه بشكل سريع، ربحيه القطاع البنكي، الايرادات صعدت في الربع الاخير من العام 2020، وذلك مع ارتفاع الايرادات من دخل الفائده ومن من غير الفائده. الدخل من غير الفائده ارتفع بنسبه 8.9%، وذلك مع ارتفاع اسواق راس المال في المنطقه وعالميا، وايضا ارتفعت ارباح الايرادات من الفائده ايضا مع نمو الاقتراض. الايرادات بشكل عام للعام 2020 مقارنه بالعام 2019 لم تتغير يعني اولموست فلات، لكن بسبب المخصصات القياسيه التي اتخذتها البنوك الخليجيه في 2020 تأثرت الأرباح، حيث تراجعت في العام 2020 إلى أدنى مستوى مسجل لها في 7 سنوات، لتصل إلى 25 مليار دولار مقارنة ب 36.9 مليار دولار في العام 2019.